كريم. صباح الخير مشاهدينا، لكن اليوم رح نكون عم نعمل تمارين خاصة بالتوازن وخاصة شوي بعضلات الكور. كلنا بنعرف انه عضلات الكور هن اذا بدكم بجهزونا لحتى نكون عم نبني اساسيات الجسم، مثل انه نضلنا ثابتين وكيفية التوازن، خاصة للاشخاص يلي بلشوا يكبروا شوي بالعمر وبصير يفقدوا هيدا النوع من التوازن. فاليوم رح نكون عم نعمل بعض التمارين يلي هي سهلة وشوي صعبة بمعدات جدا بسيطة. رح نكون عم نستعمل بنش، ورح نكون عم نستعمل كمان ستابر، وكمان رح نكون عم نستعمل تمارين على الأرض. أول تمرين رح نعمله رح نكون عم نستعمل فيها البنش. سو بكل بساطة رح كون عم بقعد. هذا التمرين نحن بنسميه سبليت سكوات. سو رح كون عم بعمل رح كون عم بقعد بهذا الشكل. رح جرب كون عم بوقف على إجر وحدة بطريقتين، الطريقة السهلة والطريقة الأصعب. هلأ في أشخاص ما كتير عندهم قوة بإجريهم تخليهم يطلعوا أو يوقفوا بشكل مزبوط، ففيهم يستعينوا يا أما يتهدوا بالبنش إنه عم بيقوموا، أو حيالله شيء يكون حدهم ثابت. سو أول تمرين رح نكون عم نعمله رح كون عم برفع إجر وحدة بهذا الشكل وساعد حالي واطلع بهيدي الطريقة. بهيدا التمرين أنا بكون عم شغل عضلات الإجرين وعضلات الكور والتوازن تبعي. سو مثل ما شايفين الإجر بدها تكون كلياتها ثابتة على الأرض، بمد الإجر الثاني بشكل ستريت أو حتى فيها تكون شوي لتحت، بهدي إيدي على البنش وبساعد حالي شوي صغيرة إنه أعطي بوش لفوق بهيدا الشكل، وبجرب انزل على مهلي. طبعا هذا التمرين مثل ما قلنا للاشخاص يلي ما عندهم ابدا قوه او توازن، مثل ما قلنا بيكونوا عم بيساعدوا نفسهم بايديهم. سو بعلي الاجر وبطلع بتفش حالي دفشه صغيره. اما اذا حسينا حالنا نحن مرتاحين بهذا التمرين، بكل بساطه بس اللي علي اعمله خلي ايدي بهذا الشكل، شد عضلات المعده لحتى يعطوني شويه ثبات اكثر، كتافي لورا وبس بقوم بهيدي الطريقة. مثل ما قلنا الإجر على طول بدها تكون واقفة كرمال تعطيني التوازن أو الثبات، وكمان بالتأكيد رح تكون عم بتشغل عضلات الإجرين وعضلات الكور لحتى يضلون مثبتين لنا جسمنا. كذلك الأمر للإجر الثانية، بهدي حالي وبوقف على إجر واحدة، وإذا حسينا حالنا مرتاحين فيها بكل بساطة مثل ما قلنا بس بطلع على إجر واحدة بهيدا الشكل. هيدا بالنسبة لأول تمرين. تاني تمرين كمان رح نكون عم نستعمل البنش. هلأ هني بالتالي كمان تمارين التوازن أو تمارين اللي بتخلينا نضل محافظين على البالانس كتير بتخص منطقة الكور يلي هي عضلات المعدة الأمامية وعضلات الجانبية وعضلات الظهر، فكمان رح يكون شوي تركيزنا على هول المناطق اليوم. سو تاني تمرين رح نكون عم نستعمل كمان فيها البنش، رح كون عم بعمل بلانك. رح كون عم باخد وضعية البلانك كواعي تحت الكتاف بهيدا الشكل. طبعا هلا انا عم بعمل الطريقه السهله بهيدا التمرين. سو من هيدي النقطه رح كون عم بعمل اليفيشن بهيدا الشكل، بس اللي علي اعمله اطلع وارجع انزل لتحت بهيدي الطريقه. سو طبعا هون بدي اكون عم بنتبه كثير منيح على المعده او على الخصر تبع انه ما يروح لا شمال ولا يمين انا وعم بطلع بهيدا الشكل. سو بدي اكون شادد المعده، مثبت حالي، بنزل على مهلي على كواعي بهذا الشكل. اهم شيء بدي اتفادى انه ما وضي خصري لتحت ولا كثير علي، بدي ضلني ثابت وشادد المعده ومتمكن من التمرين يلي عم بعمله، وبجرب قد ما في يكون عم بعمله بطريقه على البطيء، يعني ما بدي اعجل فيها للتمرين، وبطلع بهذا الشكل. سو كل ما انزل يمين وشمال تعتبر تكرار واحد، مثل ما قلنا بنعمل التمرين على مهلنا كرمال يكون عم بتحكم او عم بقدر اعمل بالانس لجسمي وما عم روح لا شمال ولا يمين، والستابيليتي فيها بتكون ممتازه بهيدا الشكل. باخذ نفس وبفضي نفس لفوق. هيدا بالنسبه لتاني تمرين. هلا طبعا كل التمارين اللي رح نكون عم نعملهم اليوم رح يكونوا عم بيكونوا بين 8 ل 10 تكرارات لجولتين او 3 جولات. هيدا بالنسبه لتاني تمرين. ثالث تمرين رح نكون عم نستعمل الستابر، كمان رح تكون عم بتشغل عضلات الاجرين وكمان رح يكون فيها عضلات كور عم يشتغلوا والبالانس طبعا. سو بهذا التمرين رح كون بس عم حط اجر بهذا الشكل، بخلي التشست لفوق، المعدة مشدودة، الظهر ستريت جالس، والعلي أعمل أطلع وأعمل كيك بالإجر الثانية. سو مثل ما شفنا بنزل باخد نفس
وفضي نفس فوق. مثل ما شايفين انا بس كون عم علي اجري لفوق بكون انا هون عم بتحكم بالتوازن تبعي، وبالتالي طبعا عضله الاجر بتكون عم تشتغل. سو هون بكون انا عم بكسب شغلتين، اول شيء عم مرن عضله، وثاني شيء عم بتعلم كيف وازن حالي. واكيد هذا التمرين فيني يكون عم بعمله اسيستد، يعني فيني يكون عم بتهدى بحيلا شيء حد فيها تكون بنش او حيط او عصايه او وات ايفر. سو مثل ما قلنا بحط اجر فوق بهذا الشكل، خلي ظهري ستريت، بشد المعدة، باخد نفس، بطلع لفوق وبعمل كيك. بجرب أعمل التمرين قد ما فيه على مهله كرمال كون عم بتحكم بالتمرين ومسيطر على جسمي كيف عم يعمل. سو باخد نفس وبفضي نفس بهيدا الشكل، وبجرب أعمل 8 ل10 تكرارات بكل إجر. طبعا إذا حسيتوا الستابر واطي كتير على الأرض فينا كون عم عليها على حسب الأفيليبيليتي يلي بتكون عندكم. كذلك الأمر للإجر الثانية، بعمل التمرين على مهلة، باخد نفس وفضي نفس بهيدا الشكل. هيدا بالنسبة لثالث تمرين. رابع تمرين رح نعمله رح يكون على الأرض، رح نكون عم نستعمل فيها المات، رح يكون عم نجرب طال قد ما فيه عضلات الجوانب أو عضلات الأوبليكس يلي موجودين بالمعدة. سؤال اللي رح أعمله هو رح كون عم نام على جنبي بهذا الشكل، بدي خلي كوعي تحت الكتف، بدي مد إجري ستريت بهيدي الطريقة وثبت حالي بهيدا التمرين. تقريبا هيدا التمرين لازم كون عم بعمله بين 30 ل 40 ثانية، طبعا إذا فيكن أقل ما في أي مشكلة، بس لازم ضلني عامل هولد أو ثابت بنفس الوضعية لفترة ما تتراوح بين 20 ل 30 أو 40 ثانية. سو مثل ما قلنا بحط الكوع تحت الكتف بهذا الشكل، بشد المعدة، صدري لفوق، باخد نفس وبعلي خصري بهيدي الطريقة. هيدي بالنسبة لرابع تمرين. هلا رح نرجع نعيد التمارين من أول وجديد يلي عملناها. أول تمرين عملناه هو السكوات على إجر وحدة. عملنا طريقتين، الطريقة السهلة وعملنا الطريقة الأصعب. الطريقة السهلة بكل بساطة بكون قاعد على البنش، بمد إجر وحدة، بخلي صدري لفوق، بحط إيدي على البنش بهذا الشكل وبساعد حالي إنه قوم على إجر وحدة. طبعاً قلنا إذا ما حسيتوا حالكم مرتاحين إنه عم تتهدوا بالبنش، فين يكون عم بتهدى بحيط أو عصاية أو حيالله شيء، ثابت حدي لحتى يكون عم بيساعدني وقف على إجر وحدة. بحط إيدي على البنش بهذا الشكل وبوقف بهيدي الطريقة. إذا حسينا التمرين مثل ما قلنا سهل، بكل بساطة بطلع على إجر وحدة. بدك تعملها معي؟ شين اللي نعملها معي؟ يلا أنا وياك. اقعد، حط إجر بالهواء. في بالي بس نرتاح. أيوة، صدرك لفوق، شد المعدة، حط إيدك هون لساعد. لا مسكني. وقف على إجر وحدة. جرب بدون ما تتهدى فيه. جرب بدون ما تتهدى فيه. إجر بالهواء. أيوة، وقف. كويسة. ايه الحمد لله، نزعت لنشاط الحياه. ايوه هكا حسيت انه شكرا حسين. شكرا لك. شكرا لك على تمارين اليوم والان.